برنامج وطني لحماية وترقية الطفولة يتضمن نظاماً معلوماتياً شامل حول وضع الطفولة في الجزائر، سيكون بمثابة حلقة وصل في مخطط التواصل مع القطاعات الوزارية ذات الصلة وهيئات المجتمع المدني وكذا الأشخاص المكلفين بحماية الطفولة. رانا في إطار إعداد آليات للإخطار، وإن شاء الله راح نوضعه تحت تصرف المواطنين بإذن الله في الأيام المقبلة. خط أخضر للإخطار عن كل مساس بحقوق الطفل، راح يكون أيضا نوضعه موقع إلكتروني، وأيضا عن طريق الاستقبال يجيوا الأشخاص إلى مقر الهيئة. هذا كله هو برنامج إن شاء الله رايح يطبق في الأيام القليلة المقبلة. المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي كشفت أيضا على هامش عرض مهام هيئتها أبرز احتياجات واهتمامات الطفولة على المدى المتوسط والبعيد. إن حماية أطفالنا من خطر العنف والاستغلال والاعتداء وغيرها من الأخطار واجب قانوني وأخلاقي ملح، لأن الكثير من الأطفال يعانون في صمت من العنف وتبعاته. ولذلك فالأطفال بحاجة إلى مساعدتنا جميعاً، نتشارك التجارب ونبتكر الحلول يداً بيد وجنباً إلى جنب حتى نحمي أطفالنا ونلتقي بهم. هذا وتشير آخر الإحصائيات المقدمة من الجهات المختصة عن أرقام مخيفة بشأن العنف المرتكب ضد الأطفال في الجزائر، والتي تمثلت في تسجيل أزيد من 10,000 حالة تعنيف مصرح